وزيرة الوظيفة العمومية تحكي على اعتماد مفهوم عند منظمة العمل الدولية في تحديد مفهوم العاطل عن العمل، وثم حديث اليوم على أساس أنه شيء المفهوم العاطل عن العمل هو اللي قعد 6 شهور ما يخدمش. يعني ثم ناس خدمت في القطاع الخاص، ثم ناس من اللي يخدموا في القطاعات الهشة، ثم يعني شكون اللي يشمل بالضبط؟ هذا هو اللي حاب نشوف. شوف، هو احنا تناقشنا الأمر، أنا مازلت ما طلعتش عليه، لكن الروح واضحة. المعطل على العمل اللي عليه حديث الآن، نحب نصلح وضعية صايرة ذكرت الآن، معناها أن تقال السي ان اس اس أنه عنده، اللي عنده سي ان اس اس إقصاء، وتقال اللي عمره فوق 45، ما هكا ولا؟ احنا ثبتنا مع السيدة الوزيرة خلال التحاور والتفاوض من شكلة الحكومة على أن اللي عامل عقد كرامة لا يعتبر شغل، واللي عامل جمعية لا يعتبر شغل، واللي عامل سي في بي لا يعتبر شغل. واضح. وموضوع الدراسه فاهمين وغلط له خيان، ايه هات نصلحوا. الدراسه لما واحد واخذ متريز، من اخذه للمتريز هو عاطل على العمل، مش من اللي بدا يقرا، مش اذا كان قرا بعد المتريز حاجه اخرى، عمل دكتوراه ولا عمل ماستر، لا ابدا. من المتريز متاعه او من الليسانس او من الماستر يعتبر التاريخ اذا كان باش يقدم الماستر. الماستر اذا كان هو باش يقدم الماستر، لا ما يش في سلم التوظيف، خط ما نجمش، ما علينا حاسب. لا لا ينجم الدكاتره، ما رسلهم شكون الدكاتره؟ انه يحب عنده مشكله نتاع تاجير، ما عندهمش تاجير الدكاتره، ما عندهمش تاجير. اذا كان عنده اكثر من 10 سنين عنده الدكتوراه نتاعو يدخل في 10 سنين بيطالع في اكثر، يدخل مش بسلم التاجير اللي طالبه هو، معناه يدخل في سلم التاجير باش تنتدبوا وزاره التعليم العالي اللي هي في الوظيفه العموميه. باهي نرجع للسي ان اس اس. باهي تنتدبوا من غير يعني من غير مناظره؟ لا من غير مناظره. لا المناظرات قائمة بالتأهيل نتاع، هي هذه مخالفة للقانون راه في وزارة التعليم العالي، هي أحكام استثنائية، أحكام استثنائية. لا لا أنا ندخل في التفاصيل عامة بعد الأوامر. أما وزارة التعليم العالي هو جزء، هي جزء من من المشروع العموم. واللي باش تقدم ماستير يحسبوا له بطاقته من الماستير، هذا اللي نحب أنا تو بقطع النظر. يتقدم الأغلبية باش يقدموا بالليسانس والمتريس لأنه يفيد مستير. أكثر من 10 سنين بيطالب في الأثناء عمل ماستير، لا علاقة لها على الإطلاق بإقصائه. العلاقة الجماعة اللي باش يقدم متريز راهم يقولوا 3 سنين وأنا نقرأ، أنا بطال، هو طالب يقرأ، وهذه واضحة أثارت غموض عند دخان، حبيت نوضح وين الإشكال الآن بكل وضوح. ها هو يسمعوا فيه الناس كل إمكانية اعتبار الناس اللي عاملين باتيندا ولا اللي يشتغلوا في القطاع الخاص وعندهم سي ان اس اس ومرسمين فك الخدمه هذيك، امكانيه ان الاوامر تستثنيهم. انا اقول امكانيه لان التسريبات الاولى جابت هذه. اثنين اللي اعمارهم فوق 45، شنو هو الرد نتاعنا احنا؟ انا بعثت رساله للسيده الوزيره وطلعت في الصفحات نتاع المعطلين انه احنا رانا عاملينها احكام استثنائيه، معناها لا تطبق تلك الاحكام الاستثنائيه على الحاله هذه. لكن الرد شنو؟ ان الاستثنائي هو الانتداب 40 عام والاستثنائي 5، هذا بقينا نتناقش فيه. السيدة الوزيرة مشكورة بعثت للمحكمة الإدارية الأوامر قبل ما تصدر استشارة، نعم، وجاءت من المحكمة الإدارية رجعت فعدتها لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء قدم ملاحظات أخرى وطلب إدخالها في القانون في الأوامر. لما تصدر سي عامر نعلق عليها بما هو